بعد ما شفنا الاحداث اللي حصلت امبارح، تعالوا نشوف الاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي من اهمها بدء اختبارات المتقدمين لمسابقه الاوقاف وتنظيم ورشه السيناريو في المركز القومي للسينما. كمان النهارده اول مباراه لمصر في تصفيات الامم الافريقيه امام غينيا، واخبار تانيه هنعرفها من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هتبدأ اختبارات المتقدمين للتعاقد على 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، وده هيكون في مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وزارة الأوقاف قالت إنه لا مجال لغير الكفاءة، وإن الامتحان تم وضعه بمعايير وضوابط دقيقة. النهاردة مركز ثروة عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما هينظم ورشة السيناريو الساعة 3 العصر، وده في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية اللي بيقدمها المركز مجاناً للهواة ومحبي السينما. النهاردة منتخب مصر هيواجه غينيا الساعة 9 بالليل باستاد القاهرة الدولي في افتتاح مشوار الفريقين بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023، ودي المباراة الأولى للمدرب الوطني إيهاب جلال بعد تولي المسؤولية خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش. لعشاق الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع انطلاق الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وحتقام 9 مباريات، منهم لقاء منتخب البرتغال مع سويسرا الساعة 9:15، وفي نفس التوقيت بتقام مباراة أسبانيا مع التشيك.